اللي شايفه انه اليوم هو النهائي الوطني السابع للمسابقه البرمجيه، المسابقه اليوم عمرها بسوريا 7 سنين، عالميا 57 سنه. اجينا متاخرين عن المسابقه 50 سنه، بس ضمن 7 سنين حققنا نتائج كثير مهمه، وعلى الصعيد العربي نحن بالنسق الاول، وعلى الصعيد العالمي نحن بموقع متقدم على الدول اللي بتشبهنا. بعتقد انه اليوم نحن معنا بالمسابقه نخبط الفرق السوريه اللي تم انتقاء من حوالي 240 فريق، عندنا 64 موجودين هون، بيمثلوا 17 جامعه خاصه وحكوميه وهيئه التميز والابداع والمركز الوطني للمتميزين. المسابقه هي مسابقه فرق، 3 شباب على كمبيوتر واحد ضد الزمن وضد مجموعه من المسائل، يفوز من يحل اكبر عدد من المسائل. مسائلنا مستقاة من الواقع، بتعلم الطالب الفكر التحليلي. المسابقة ابتدت في سوريا سنة 2011، يعني دي السنة السابعة من المسابقة. حقيقة المستوى والتقدم اللي حصل في 7 سنين اللي فاتوا دول فاق بعض الدول في الوطن العربي اللي شغالة بقالها 17 سنة في المسابقة. أنا دايما فخور بالشباب السوري وبالإنجازات اللي بيعملوها. السنة اللي فاتت كان في 3 فرق سورية في المسابقة العالمية، وده ما فيش دولة حققت الكلام ده غير مصر يمكن، اللي بقالها 17 سنة واللي جابت المسابقة للوطن العربي. أنا حريص كل سنة أجي عشان أشوف إيه الجديد اللي بيتعمل، كل سنة في حاجة جديد وكل سنة في تطور. الحقيقة هي مشاركتنا رقم 3 كشريك استراتيجي للمسابقة البرمجية الوطنية للجامعات. نحن عم نشوف صراحة إنه هذا الموضوع هو أحد المحاور الهامة بما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات بسوريا، لذلك إحنا بنحاول دائما نكون متواجدين فيها لندعم هذا الموضوع ونسلط الضوء على إبداعات وإمكانيات الشباب السوري، خصوصا اليوم إنه عم نشوف إنه هالنتائج هاي عم تنعكس بمراحل متقدمة على المسابقات الإقليمية ويمكن العالمية، وبالتالي هي فرصة مهمة للعالم يشوف قديش الشباب السوري قدران قادر انه يتفوق ويبدع ويقدم كثير من المهارات اللي هي حقيقه فريده على الساحه العربيه على الاقل.